هذه العقوبات يعني غير مجدية وليس يعني اليوم مؤثرة على الأشخاص نفسهم، لأنها حقيقة اليوم عندما تأتي وتحجز أموال أحد الأشخاص لا يعود لدولته، ليس هناك قانون. هذا أيضا اليوم هذه العقوبات تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقات الدولية، لذلك أنا أعتقد لن تكون العقوبة الأخيرة، أيضا ستشمل بعض الشخصيات الأخرى، ولكن هذا لن يثني عزيمة الآخرين من تقديم ما يمكن تقديمه من أجل يعني مجابهة هذه التحديات الأمريكية التي أخذت اليوم، سواء كانت في العقوبات أو الاعتداء على الأراضي العراقية أو استغلال الأجواء العراقية. ليس بجديد عن الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار مثل هكذا قرارات فيما يخص المسؤولين الأمنيين العراقيين أو المسؤولين بصورة عامة، سواء كانوا برلمانيين أو يشغلون مناصب في الحكومة العراقية. مغزى هذا الموضوع هو أكيد استهداف لهذه الشخصيات. دائما أمريكا تلوح للآخرين أو للمسؤولين الآخرين بشخص يسبقهم، ومن ثم تتلوها بأسماء أخرى. أكيد فالح الفياض لن يكون آخر القائمة من المستهدفين من المسؤولين في الحكومة العراقية.